أيها الأخوة والأخوات، أنا أعطي الكلمة الآن لواحد الصحفي متميزة تبغيها المغاربة تتبغي المغاربة تتبغي المغرب، يعيش المغرب في قلبها، عندها برنامج ناجح في تيلي تشينكوي. الكلمة الآن أخت رجاء بزاز. رجاء واحد زغريتها رجاء زغرتي تعجبني بزاف هاد زغريتا حيت كاينه في نيويورك حفله زغريتا ديال المغاربه يا كاينه. شكرا شكرا الصراحه اليوم انتم اختاريتوني باش نجي نهضر معكم. العربيه ديالي تنظر بانها مزيانه ماشي بحال الناس اللي عايشين في المغرب قبلوا عليا. البارح عملناهم ميتينغ مع صحابنا اللي هنايا اليوم وقالوا لي شنو المشاكل ديال المغاربه في ايطاليا. قلت لهم المشاكل ديال المغاربه في ايطاليا بزاف ما غيكفناش اليوم جوج دقائق باش نقولها لكم، ولكن خاص بزاف الاندماج مع الناس اللي عايشين في المغرب والجاليه في ايطاليا. الجاليه المغربيه في ايطاليا كاين هادشي ولا ما كاينش؟ بيرفكت. حيت حنايا ومني انا وجبد ما عندناش كونتاكت ديريكت مع لا بوليتيكا ديال بلادنا. انا حاسه براسي مغربيه واخا ماشي عايشه في المغرب، مولوده في ليبيا في مضره، ولكن ملي تقول لي انت ملي تقول مغربيه سي نورمال حيت بلادي والعائله ديالي كاينه في المغرب. وملي ترجع تنبغي نعرف حيت الناس تيقول لك انت ما عايش في المغرب ما تقدرش تهضر على المغرب ياك انت عايش في ايطاليا. خاصنا الناس اللي يجيو من المغرب نصفقوا عليهم يجيبوا لنا ليزانفورماسيون ويعرفونا ويعطيونا الحقوق ديالنا في المغرب حيت حنايا مغاربه كاينه. التجربه ديالي ملي تمشي المغرب تيقول لي انت يا بنت ايطاليا انت ماشي مغربيه او كيفاش، وملي تكون هنايا تقول لي انت بنت المغرب واحد ما عارفش فين فريمون غيكون في يحس براسو في بلادو. ايوا هادشي اللي خاص نظن في لا كولتور باش تكبر وتكون تنكونوا حنايا عندنا اون انفورماسيون وما يضحكوش علينا وما نمشيو المغرب يقولوا لنا اوكي مرحبا بكم هذا البلاد ديالكم هادشي اللي جرى وهادشي اللي غيجرى وعندنا اللي بحجه معكم وهاد لا فورماسيون اليوم وانتوما اصلا بزاف وتنظن بانكم هنايا على هاد اكزاكتوم على هادشي حيت باغيين وتكون عندكم كونتاكت مع البلاد. والمغاربه اللي هنايا بغيت نطلب منهم واحد الطلب حيت اللي عايش هنايا تيقول لك شي مرات تنعمل مع مستجواب تيقول لك وانا غنمشي للمغرب انا ما عندي ما ندير الطاليان والمغربيين كاين ولا ما كاينش؟ تيقول لك انا غنبرك هنايا واحد شميه وغنرجع للبلاد. وهذا الشيء تيجرى حتى بالناس اللي ماشي عندهم 80 عام، الناس اللي كابرين هنايا ولكن العائله ديالهم تقول لهم الطاليان ماشي بلادكم. الطاليان بالعكس نحنايا عندنا واحد لافورتين عندنا واحد الحظ كبير حيت ما عندناش غير بلاد واحد عندنا جوج بلدان وخاصنا ندافعوا عليهم حيت الطاليان اكسبتنا واخا تكون شويه لا ليغا وشويه تيقول لك رجعوا لبلادكم اوكي. ولكن كاينين بزاف الناس من بليزيوغ دومين هنا في ايطاليا اللي تيبغيو المغاربه وتيبغيو الناس اللي تيجيو من الخارج ولكن عندهم وناس سبيشاليتا عندهم شي سبيشاليتا يعني خدامين ناس باغيين يكبروا ناس يهضروا الطالياني. انا تلقى مشكله مع العرب اللي تدير معاهم سجاب تيهضروش طاليانيه اي مشكله كبيره حيت انا نقدر ندافع شحال قدي ندافع ملي تبدا تيقولوا لي كاينين شي ناس عايشين هنا 40 عام ما تيهضروش طاليانيه ما يمكنش فيرو لا هادشي انا نقدر نقول مغاربه مساكن محكورين العرب هنايا ما عندهمش الحقوق ولكن الاندماج خاصو يبدا
من الدار، من المدرسة، من العائلة. واخا الواحد ما تيكونش ما عندوش الوقت باش يقرا، ولكن اللي بغى يدخل في التكستيو ديال شي بلاد، اللي بغى يدخل في الحضاره ديال شي بلاد، من حنايا هاربين من المغرب، حنايا ما عايشينش المغرب وتعرفوش بزاف الحوايج على بلادنا، ولكن ما عارفينش بزاف الحوايج على الطاليان، كاين غير خدم 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 وجمع. نو 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 نو، حيت الواحد ما عندوش غير هاد الحاجه في حياته، ما خايش الفلوس اوكي تخليونا نعيشوا مزيان، تعطيونا حد الشانس باش نديروا اللي بغينا، ولكن لا كولتور هي اول حاجه، كل شيء غيدوز بلا كولتور، كل شيء غيدوز من القرايه، والناس الكبار خاصهم حتى هما يقراوا ويقولوا لولادهم بان اول حاجه اللي غتعطيك درجه في الحياه وفي لا سوسيتي هي القرايه. ملي غتوقف قدام شي واحد وانت تتعرف تهدر معاه غتقدر تبدا واحد ديالوغ، لا ما كانش لا لونغ هي اول حاجه غيدوز من هادشي كامل. كاينه اوكي من الزكاه بعدا انا جيت نسلكو واقعي فينا انا وهاد هاد اليوم هاد الكومبانيو الحاجه اللي عجبتني فيه بان الناس اللي في المغرب عندهم لا فيزيون ديال المغاربه اللي في ايطاليا، وماشي غير لا بوليتيكا اللي خاصها تجر الناس، وما جايين وانا تنضرب هاد الحاجه غتكون عندها فيوتشر، غتكون عندها واحد مستقبل، فوالا غيكون مستقبل ان شاء الله، حيت باغي نعملوا بزاف لي كونتري باش المغاربه يتلاقاو ويندمجوا ويعرفوا شنو جاري في ايطاليا وفي المغرب، باش الا كان شي مشكل يلقاو لينا سوليوسيون، باش يكون كلشي انفورمي، بالك انا ما عارفش وهذاك ما عارفش والاخر ما عارفش وما نقدروش نديروا لكم والو. كاين بزاف الناس يخدموا هنا في ايطاليا 40 50 عام وترجعوا للمغرب ياك، واش كاين شي واحد ما دافعش الكونتريبيوتي كذا يقول بالعربيه؟ الضرائب الضرائب فوالا، لا وترجع للبلاد الدمار الاجتماعي اوكي بيرفكت، ملي ترجع للبلاد ما عندوش واحد لا بنسيون، ما عندوش لا غارانسيه ديال شي دخل من المغرب، وحتى في ايطاليا يعني السيد خدم حياته كامل وما عنده لا اون بنسيون انتغراتيف لا طاليانيه لا مغربيه. كاينه انا تنشوف العائله ديالي، ماما دابا عايشه في سويسرا، ولكن ملي رجعت المغرب شحال هذه كانت باغا دير واحد البروجي في المغرب، حيت المغاربه كاملين كلشي مي عندي في العائله، المغاربه كاملين تيجي حد مني، حتى انا علاش نبغي نرجع للمغرب، ولكن ملي تترجع تتخلي هنايا لا بوزيسيون ديالك ما كاملاش، يعني ما عندكش حق ما تعطيك ريال، تترجع للمغرب ما درتي حتى حاجه باش تكون عندك بنسيون في المغرب ولا شي حاجه شي حاجه تدخل بها الفلوس باش تعيش، الانسان تلقى راسو عنده 60 70 عام ما عنده والو. ايوا هادشي اللي بغينا نخدمو معاه ان شاء الله فيه ياك، حتى في الايكونوميه ديال الناس المغاربه الكبار اللي تيبغيو يرجعوا للمغرب خاصهم يكونوا توتي ليف. هنا اجي مرحبا بريكو بريكو بريكو، انا راه ما تنسكتش يعني دابا انا خاصني نمشي للراديو. حنا انا نزغرت لكم نمشي للراديو ان شاء الله، لا راديو هي ار تي ان 23 ومره مباشره من الوحده ثلاثه ديما السبت والحد، ومره مره تهضر معايا شي مغربي مغربيه تنعاود القصه ديالهم، ما عندناش الاسباس بزاف ولكن دوك جوج دقائق بحال اليوم تنجربوا نعطيو الكلمه لكل شيء باش اي واحد يهضر على مشكله، ونتمنى نقدروا نكونوا مفيدين. زغريتا زغريتا شكرا للاخت رجاء، تحيه ليوسف، تحيه لمدينة اوريم، تحيه لخيبه، تحيه لعيسى اخرين خديجه ودريسي دائما. ايها الاخوه والاخوات راه كاين مداخلات غير اللي نطلب منكم اللي غادي يدخلوا يزيدوا نقصوا شي شويه لانه بدينا شويه معطلين، لانه كذلك باش تكون عندنا الامكانيه نتصنتوا للسيد الرئيس والاخوه المرافقين له
وكاين الاحترام اللي خصهم يمشيو الى غير ذلك. اذا نعطي الكلمه للاخوان دير جوج دقائق الله يخليكم، اذا بقى الوقت عاودتهم غادي نزيد ما كاين مشكل. عادل عادل الطبيب.